أهلا بك عزيزي المشاهد وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية. في بداية هذه الحلقة أحب أن أذكرك بكلمات الرب يسوع العظيمة المسجلة لنا في إنجيل لوقا أصحاح 21. الرب بيقول: أنا أعطيكم فمن وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها. وكلمات الرب يسوع للناس اللي طلع للخدمة: أنا أيدكم، ما تعودوش هم الكلام، أنا أعطيكم فمن وحكمة، يعني أديك سلاسة وإنت بتتكلم، أو أديك فرصة للكلام وأديك حكمة في هذا الكلام، فاللي ضدك ما يقدروش يقاوموا هذه الحكمة. أنا أعطيكم فمن وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها. طول ما أنت مع الرب، طول ما أنت ماشي في سكة الرب، الشيطان بيقاومك وبيستخدم الناس ضدك، ضد نجاحك بيستخدم ناس، لتعطيلك بيستخدم ناس، لإزاك بيستخدم ناس. انت ماشي مع الرب، الشيطان بيقاومك، والشيطان بيستخدم أفواه الناس وكلمات الناس. انت اعلن إيمانك ان انت تنتصر، لأن الآية بتقول كده: يعظم انتصارنا. والآية كمان بتقول: يحاربونك ولا يقدرون عليك. وعادة بيبقى الأمر مواجهة بين حكمة بشرية وإنت، وإنت مؤيد بالحكمة اللي من الرب: أنا أعطيكم فمن وحكمة. الآية بتقول يحاربونك والحكمة بتاعتهم دي ما تغلبكش. وعد عظيم من الرب: لا يقدر جميع معانديكم، جميع بما فيهم الناس العباقرة، الناس الأذكياء، الناس أصحاب المنطق، لا يقدر جميع. حط خط تحت كلمة جميع. طول ما أنا مع الرب أنا مؤيد بالرب، وأنا مؤيد بحكمة يعطيها الرب لي حينما أكون في احتياج إليها. لأن هنا الرب بيقول: لما تقفوا قدام ملوك، قدام ولاة، ضعوا في قلوبكم إنكم ما تضطربوش وتقولوا هنقول إيه ونعمل إيه. لا، أنا أعطيكم فمن وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها. موسى في العهد القديم كان ثقيل الفم واللسان، ما عندوش الفم، يعني ما عندوش السلاسة في الكلام، بيتهته يعني. أنا الرب يقوله: أنا أعطيك يا موسى فما، أنا أكون مع فمك، فمك يتغير. والرب ما عطاش لموسى فم بس وتحول إلى شخص بيتكلم بسلاسة، ولكن أعطاه أيضا حكمة في اللي بيقوله. فاستطاع موسى أن يقود الشعب اللي كان تعداده 2 مليون بسبب الحكمة اللي الرب عطاها له في الكلام، رغم أن موسى قال أنا ثقيل الفم واللسان، وقال لست صاحب كلام، أنا ما عرفش أعمل خطبة، ما عرفش أتكلم قدام ناس كتير، لست صاحب كلام، ولا كنت صاحب كلام لا امبارح ولا أول امبارح. ولكن الرب قال له: أنا أكون مع فمك. يبقى الرب من العهد القديم وهو بيقدم نفسه إن بيساعدنا في المواجهات، مواجهات الكلام. والآية دي بنشوفها متحققة في سفر أعمال الرسل. يعني شوف استفانوس مثلا في أعمال 6 يقول لك ما دروش، أقرأ لك الآية، أعمال الرسل 6
وآية رقم 10، لم يقدروا أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان إستفانوس يتكلم به. يعني الروح القدس يدينا زي ما بيقول كورنثوس، رسالة كورنثوس الأولى، يعطينا كلام الحكمة، يدينا كلام اسمه تقدر تسميه كلام الحكمة. وشفنا في أعمال الرسل بولس عنده كلام حكمة، هو بيتكلم قدام فيليكس وقدام غريباس الوالي. حكمة جبتها منين يا بولس؟ من اللي اتعلمته زمان ولما كنت كان غماليئيل بيعلمك؟ لا، دي حكمة عطاها لك الرب لهذه المواقف أمام الناس اللي في مناصب عالية. عزيزي المشاهد، لو انت عندك مقابلة مع شخص في منصب عالي اوعى ترتعش، لا اوعى تقول ان في ناس كتير هيبقوا موجودين وهشوفوني بتكلم ازاي، لا ما تفكرش بالطريقة دي. فكر انك انت للرب، الكتاب بيقول كده ان احنا للمسيح. فكر كده ان جسدك ده للرب بما فيه اللسان بما فيه الفم. فكر في الآية دي ان الرب هيديك الحكمة. فكر ان في الآية اللي في رسالة يعقوب، لو واحد محتاج حكمة يطلب والرب يعطيه حكمة بسخاء. فكر ان الرب هيأيدك، واشكر الرب قبل ما تروح المقابلة، وقول له اشكرك لانك هتأيدني، اشكرك انك تعطيني فما وحكمة، اشكرك لانك زي ما ايدت موسى هتأيدني، زي ما ايدت استفانوس هتأيدني، زي ما ايدت بولس هتأيدني، اشكرك لانك انت وعدت وانت امين. في الذي وعد هو امين، امين في استجابتك للوعد، في تحقيقك للوعد. وانا بصلي من اجل ان تعطيني حكمة في المقابلة دي اللي هي قدام واحد مهم وناس كتير هتبقى حاضرة وناس كتير هتسمعني. وباسم الرب يسوع ده يبقى اختبار يتحفر في ذاكرتك، انك في المناسبة دي اتحطيت في الموقف ده ولقيت الرب عطاك شجاعة فم فقدرت تتكلم، ولقيت ان الرب عطاك حكمة تشهد ان دي لمسة الرب لفمك. احفظ الآية، أنا أكون مع فمك. عزيزي المشاهد، تعال معي الآن إلى سفر صموئيل الثاني أصحاح 15. شوف أبشالوم لما أبوه عطاله الحرية وأعلن للجميع إن الملك داود خلاص سامح ابنه أبشالوم وأطلق حريته، وبعد ما كان مش مسموح لي ان يقرب لقصر الملك داود بقي مسموح، استغل أبشالوم هذا الموقف. زي ما قلت لك كان عامل ابوه كوبري عشان يوصل بيه للحكم. شيء مؤسف جدا ان نستغل احبائنا ككباري نوصل بيها لرغباتنا. يبقى انا بصدقك عشان اوصل من خلالك لحاجه، لا انا هصدقك عشان الرب حط في قلبي محبة ليك، سواء انت هتوصلني الحاجة او مش هتوصلني. يقول الكتاب بعد ما الملك داود اعلن بصورة واضحة جدا قبل أبشالوم، خلاص يبقى معناه انه سامحه تماما. يقول الكتاب ان أبشالوم بقى ابتدى يبان في مظهر العظمة، ما عايز، انا قلت ان هو عايز ايه، يوصل للملك، فلازم يبقى شخصية بارزة في المجتمع. فعمل ايه؟ جاب لنفسه مركبة بتجرها خيل، ما هو ابن ملك غني، اشترى خيول ومركبة ويركب المركبة، وكمان يمشي قدام المركبة 50 واحد. يعني موكب كده
بيعمل لنفسه اسم. كل الناس تتكلم عن الموكب بتاع أبشالوم. هو بيعمل كده ليه؟ بيخطط، عايز يوصل للحكم. خلاص سيطرت عليه فكرة انه يبقى ملك، خلاص المنصب ده واكل دماغه. واحد خلاص مسيطر عليه حاجة، لازم يبقى في مجلس النواب، يعمل كل حاجة وعلاقات خلاص المنصب بقي سيد لي، بقى عبد للمنصب ده. في ناس عبيد للمناصب، محتاجين يعملوا كل حاجة، ومحتاج ومستعدين يعملوا أي حاجة، مستعدين يدفعوا فلوس قد كده، مستعدين ويقابلوا ده، مستعدين ويتنازلوا عن حقوق، مستعدين بس أوصل للمركز ده. ولما يوصل للمركز ده يلاقي زي ما سليمان قال الكل باطل وقبض الريح. يوم بس يبقى فرحان كده وهم بيصوروه بالكاميرات واسمه يتكتب في الجرائد، وبعد كده كل ده بيفقد معناه وبيفقد بريقه ومبقاش دي اي معنى. لان ده الكتاب قال ان مش دي سكة السعادة. اوعى يكون منصب معين شغلك لهذه الدرجة وتتعب بقى لو خدوا حد بدالك. أبشالوم بيعبد لمنصب، بس منصب الملك، ومن اجل ان يبقى ملك هيضحي بابوه. احيانا الخطيه تتملك الانسان وتقسي قلبه مع عيلته، ويبقى همه بس تحقيق الشهوه بتاعته. وزي ما قلت لك ان اخو أبشالوم في الحلقه اللي فاتت اتعلم من أبشالوم القصه دي، الموكب واخوه كان عايز يبقى ملك كمان. ده بقى في نهايه حياه داود أخوه الأصغر. يعني ده تحذير إن إحنا لو أنت الأخ الأكبر ممكن إخواتك يقلدوك، بس ياريت يقلدوك في حاجات كويسة، وياريت يتأثروا بسيرك أنت مع الرب، وياريت لما يشوفوك مهتم بالكلمة يبتدوا هم يهتموا بالكلمة. حلو، دي غيرة في حاجة كويسة. الكتاب مدح هذه الغيرة. فأخو أبشالوم اتعلم من أبشالوم للأسف. وبعدين عمل إيه أبشالوم تاني؟ عمل خطة. كل يوم الصبح كان كل يوم يصحى بدري في الصبح، صباح كل يوم يستيقظ مبكرا. طيب ده بيستيقظ زي ما داود قال، استيقظ يا مزمار ويا قصار اصحوا من النوم عشان عايزين يسبح الرب وعايز اعزف على الالات دي. لا، ده بيستيقظ يبكر ويروح يقف قدام جنب الباب، اما الباب اللي مودي الى اورشليم او الباب اللي مودي لقصر الملك داود. وبعدين كل واحد بقى جاي من اي بلد وعنده شكوى ورايح للملك عشان الملك يحكم، كل صاحب دعوة آت إلى الملك لأجل الحكم. كان أبشالوم بقى يقول له تعالى لي أنا. طبعا منظر أبشالوم وليه جاذبية، قلت لك في حلقة سابقة جاذبية أبشالوم كانت جاذبية الشكل الخارجي، وشكله جميل جدا 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 جدا، وهنا جاذبية بقى المركبة ومش عارف ايه والمجد البشري ده اللي هو فيه اللي ملوش معنى، فبيجذب الناس. وبعدين يروح دخل في حوار مع كل واحد ويقول له من أي مدينة أنت؟ أنت جاي منين؟ بيفتح معه حوار، فيقول له أنا جاي من أنا من سبط دان، أنا تاني يقول له أنا من سبط رأوبين، واحد يقول له أنا ده أنا من نفس السبط بتاعك، أنا من سبط يهوذا، وهكذا.
فيقول من احد اسباط اسرائيل عبدك، وعبدك هنا لان شايفه بيقدم نفسه انه ابن الملك، ابن الملك داود. فيروح بقى ابشالوم ايه، مهما كان الرجل ده كلام مفتري مش مفتري، يعمل نفسه انه تأثر وانه اقتنع، فيقول له إيه، انظر امورك صالحة ومستقيمة. ده في كل الحالات يقول للراجل كده، اي واحد جايب شكوى، جايب شكوى للملك يقول له، يقعد معاه ويحكي والاجابة انت صح، لا 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 ليه عملوا معاك كده، ويبقى هو مقتنع جواه انه ان الراجل غلطان. بس دي التملق، عايز يعمل لنفسه شعبية. وطبعا كثير من المفسرين يقولوا لك أبشالوم هو صورة مصغرة من ضد المسيح اللي هيجي في نهاية الأيام، لأنه مكتوب عنه في دانيال أنه يستخدم التملقات يتملق الناس، وزي أبشالوم صعود سريع بيشوف بسرعة كده مجرد ما قبله الملك، وابتدى بقى يبان ويتملق والناس تنجذب إليه بحكم المظاهر والخداع. انظر أمورك صالحة ومستقيمة، اوعى تكون تعرف الرب بتعمل كده ودايما تقول للراجل انت صح انت كذا، وتقول انا بشجع، وفي الحقيقة ده ما يبقاش تشجع لما انت مش بتور. امينة يا جروح المحب، امينة هي ايه؟ جروح المحب. ما ينفعش تشجع واحد يستمر في الغلط، ما ينفعش تقول لواحد ان ربنا هيعمل معاك ويعمل معاك وانت عارف انه عايش في الخطية. قودوا الاجتماع، خدوا اجتماع، مش عايز تكلمه عن خطايا تقول له انت محتاج تتوب، خدوا الاجتماع يسمع عظة الرب يكلمه. انما التملق ده انظر ده لكل الناس، يقول لهم ما معناه هذه الكلمات، بص انت صح انت مظبوط. ويمكن لو جم اتنين ضد بعض في مشكلة يقول لي ده نفس انت مظبوط، ويقول للتاني انت مظبوط برضو. هو هدفه دلوقتي ان الناس تقول عنه ده راجل متعاطف، ده راجل حاسس بينا، ده راجل مهتم بامورنا. انا شايف ان مشكلتي قد كده، هو يقول لي لا ده مشكلتك كبيرة وانا هساعدك. فيقول ابشالوم له انظر أمورك صالحة ومستقيمة. اسم الرب يسوع، لا تملق الآخرين يخدعنا فنمشي معاهم في سكتهم عشان بيقولولنا كلام حلو، ولا احنا نتملق حد عشان يمشي معانا ويمشينا شغلنا. لا، المؤمن مش كده. وفي آيات ضد التملق، انظر امورك صالحه ومستقيمه. وبعدين يقول له ايه كمان؟ يزرع جواه حاجه ضد ابوه، ضد الملك داود، يقول له ولكن ليس من يسمع لك من قبل الملك. الملك مش عام الناس، في الملك ما عملش ناس يسمعوا لك، ما عندك مسكين، لان الملك سوي عليه يعمل مندوبين او ناس موظفين في القصر بتاعه لاستقبال شكاوى الناس، بينما احنا شفنا وده كذب مبالغ فيه، يعني مبالغ، لان شفنا هو رجع ليه، ازاي رجع من المنفى اللي كان فيه او البلد اللي كان عامل فيها لجوء سياسي، رجع ازاي؟ ده تأملنا فيه مع بعض في اصحاح 14 اصباح قبل كده، ازاي ابشالوم رجع لما المرأة اللي تظاهرت بانها ارملة ومات ابنها لان اخوه ده موته، المرأة دي دخلت واشتكت للملك. يعني انت لولا ان الملك بيستقبل الناس ما كنتش انت ابشالوم جيت.
ده بقى الشر، ان يخليك تقول حاجة عكس الحاجة اللي انت استفدت منها. ما هو لو الملك داود مش بيقابل الناس ما كانش قابل الأرملة، لكن ممكن يكون الملك داود مش بيقابل الحالات الكبيرة مثلا، انما هو لولا انه قابل الأرملة ما كانش انت رجعت النهاردة يا ابشالوم. جاي بقى تقول للناس ان الملك ما عندوش مندوبين ولا مش معين موظفين عشان يسمع شكواكم، بيعمل ايه ابشالوم؟ عايز يزرع حيطة بين الناس وبين داود عشان الناس تجيله تتحول من ابولي، فيقدر يعمل انقلاب ويقدر يستولي على الحكم. انظر امورك صالحة ومستقيمة، ولكن ليس من يسمع لك من قبل الملك. وبعدين يقول ايه؟ ثم يقول ابشالوم من يجعلني قاضيا؟ يعني عايز يقول للملك داود ما عملنيش قاضي، ما تعملوني انتم. من يجعلني قاضيا في الارض؟ فياتي الي كل انسان له خصومه ودعوه فانصفه. ده نفس الشعارات اللي بيقولوها الناس اللي في السياسه، هنعمل كذا وهنعمل كذا وهنعمل كذا. ولما هب في مجلس النواب هعمل كذا وهعمل كذا، ولما ابقى وزير هعمل كذا وهعمل كذا، ونلاقي في الانتخابات لما هبقى رئيس هعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وتمر فتره الحكم ماليش اي حاجه، كله كلام عشان يوصل للحكم او عشان يوصل للمنصب. وده اللي عمله ابشالوم، ده هيعمله بعد كده ضد المسيح اللي هيجي في اوروبا، وتقدر بقى تدرس بقى سفر دانيال وسفر الرؤيا، سكك الخداع. وكل ما نقرب لنهايه الايام يكثر الناس اللي في السياسه امثال ابشالوم، اللي بيدوا وعود عشان يوصلوا للحكم. انما ازاي فقد الشيء لا يعطيه؟ ده شخص عايز ياخد الحكم من ابوه بالظلم، ازاي واحد زي كده يبقى ينصف الناس؟ لكن ده ابليس والكذب والخداع. باسم الرب يسوع لا نبقى زي ابشالوم ولا واحد زي ابشالوم يخدعنا. واكمل معاك في الحلقه القادمه. الى اللقاء، الرب معك. إلى كل أحبائنا المشاهدين، نقدم لكم كتاب أغلق الباب وافتح النافذة، هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل، وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج، أو بأية استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail@pastordaniel.org، أو العنوان البريدي أنهار الحياة، صندوق بريد 3030، الحرية، هليوبوليس، القاهرة، جمهورية مصر العربية، أو Rivers of Life، PO Box 433، Greenford، UB5 9BJ UK، أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة SMS على 012-2-577-88. وأخيراً ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org. الرب معكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية.